ايدي ساكت منه قاعد شغال لي الوية نهار يا حرام من غيره البيت رح ينهار عايزين ايه تاني مننا ولا حتى عجبكم شكلنا دايما على دور مش راضيين وانتو بتشتيكوا مننا واحنا وياكوا عايشين انتو تقولوا دايما بجيوب فاضيين لكل راجل قبل انه يطلع معانا في البرنامج كل التحية لانه مخافش وفضل على موقفه وما هموش من العواقب اللي ممكن تحصل. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في حلقة النهاردة. ثانية واحدة يا فندم ليه بده يوصلنا؟ هلا بسكر بظبط الميك اب خلص حاضر استعجل شوي هاي هاي ليش بتفوتوا ما تقولوا هاي؟ هاي بتفوتوا ما تقولوا هاي؟ قولوا بونجور مرحبا هاي ماشي في عالم قاعدين يعني كيف جيتوا؟ في شي طيران برا؟ معكم سيارة؟ ليك توصلني عند هون واحد بيعمل ميك اب بليز معلش؟ هو ما معه السيارة مش راضيين إذا وصلني وعطيته حق البنزين شو فيها؟ بس يا حبيبتك ما بشتغلش شوفير عن الحال لا هالفيفر ما بقول لك شوفير هيك كمان معي؟ خلص يا هي شو عصبيين بيناتكم؟ انت شعراتك عاملين لك وزن مع راسك ما بتطيق حدا بدك تقصهم شوي انتي مالك خلص لانه مو معقول عم بطلب منه الطلب انا غريبه ببلدكم لازم انت تقولي له قوم وصلها يعني لازم تعدي عليه لا عندي كذا حدا خلص اللي براك له في كذا خلص لا بخاف من العالم بركي حدا خلص اوفر قوي صراحه مش فاهمة انا اوفر قصدك اوفر حلوة؟ لا باذن حضرتك بس لا اوفر خلاص يا عيال قلت لا اوفر حلوة انا ثانك يو يا رب اشفي مش عارفة برضه لك هو حضرتك عايزة بس يعني تبني اتنفس وانا عم بحكي حضرتك عايزة عايزة حدا يوصلني لهون عند ميك اب ارتست تمام مش قالت لك شوفير هيجي لك وحدا شوفيري بمدينة النصر طيب خلاص حضرتك ممكن تستني بس نو ما فيني استني ممكن بس دماغنا وجعانة بس دماغه صدعت زي ما انت صدعت دماغك انا هقول رد عليك ان شاء الله مش قص شعري اتفضلي يا فندم هاي ازيك اتفضل لا اقفل بقى الموبايل ده بقى لا اتفضل مساء الخير اتفضل عامل ايه بقول لك ايه ما تيجي نمثل مع بعض نمثل مع بعض نمثل ايه بص هو انت فاكرني دكتوره ده حد امي الكلام ده مش حقيقي خالص الكلام ده ايه مش حقيقي والله انا مش دكتوره امال ايه ودي مش كلينك امال ايه ده هنا كاميرا وهنا كاميرا وهنا كاميرا واحنا بنعمل دلوقتي مقلب وعايزين نعمل المقلب ده في مراتك او خطيبتك اللي معاك انت معاك مراتك ولا خطيبتك طيب انت اسمك ايه يوسف وهي ايه بص يا يوسف انا عايزه اعرف ايه مراتك خطيبتك بتغير من ايه من الاخر هي ما بتحبش ثم احنا ماشيين عشان ان انا بتوسط حفلات اوكي دي احلى حاجه هي فكره كده بس هي فكره عندها ثم احنا ماشيين ده
بص بقى حلو ده، انت تقعد تضايقها على قد ما تقدر، تحسسها ان في حاجه حصلت ما بينك وما بين نيتا، وطول الوقت تفضل تحسسها ايه اللي هي البنت اللبنانيه اللي بره. انا بقى المفروض ان انا روز اللي هي الدكتوره، تبص بقى تقول الله ده عيادة كلها ناس جميله. يا حسام عايزين نبتدي وانت بتتضرب. بص ايه روز، بحبك يا حسام. ايوه خلاص كفايه خلاص يا بنت. الصبيان عندهم كبير. لا امسحها امسحها امسحها. اعطيتك وايبس برا كده؟ ايه؟ اعطيتك وايبس بعد كده؟ بقولك ايه؟ ركزي معايا. طب لسه في صمام طيب ولا؟ لا شوف نفسك بجد؟ انت شو حاطط على شعراتك؟ بتعرف نسير اسمك؟ ما تسكتي شوي، عم بحكي معه. انت صدعت. انت طب انا وياك عم نحكي برا عايزة احكي. ما خسيت. قلتي بقى شفت انك بتقول لك ايه؟ صح اللي هنا ده؟ انت ما بتقطعيش. صحيت انا. عندك انا اسال ايش لا اكيد لك الوايبس اللي قلتي برا. ايه اوكي بليز. لا قومي جيبي انت او امسحي. انت قلتي لي امسحي لك بايدي كده. امسحي لي بليز اهو. هيك عم تمسحي له؟ هيك عم تسخي اكثر. هذا هيك بينصح؟ يعني معقول انا اعمل لك هيك بس؟ شو بس؟ طب يعني انت مبسوط هيك؟ هو انا بهدلت نفسي اصلا بيك مش عارف. ما حلو هيك، على اساسك تشيلنيهم. بعدين تعملي جبانك عشان الجو بتحكي. تفضلي خليك سريع. خش طيب عشان نخلص. عزيزتي كمان كده عشان اطول. بعد الاستاذ معي؟ لا لا هو انت بتخش واحد. قال لي هتعمل ايه؟ هحط لك ميك اب. لا بخاف عليكم. طب مش عارف تعمل ايه؟ ربنا يستر بس. ايوه الو ازيك ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. اتفضلي. ايه ده بشرتك حلوه قوي اهو، مفيش مشاكل يعني، شويه حب شويه حبوب بسيطه كده بس انتي زي القمر. قولي لي اسمك ايه؟ ايه عندك كام سنه؟ 21. تشتغلي ايه ولا بتدرسي ايه؟ بتعملي ايه في حياتك؟ انا في كليه تجاره دلوقتي بشتغل كول سنتر. كول سنتر ده اصلا بيجيب يعني ضغط عصبي مظبوط؟ وانتي اصلا اكاونتنج؟ لغايه لما اشتغل يعني انا بشتغل بتبع اكاونتنج. تعالي كده نجرب بقى الشزلونج. افردي بقى نفسك كده، سيبي الشنطه، هاتي الشنطه حطها لك على الكرسي. البلازما مهمه جدا للوش بس هتقشر معاكي، بس انت بتستخدمي فاونديشن وحاجات زي كده، هي دي اللي بتبوظ البشره شويه باستخدام كتير. طب هو انا بحب المشرب كده يعني طبعا. ايوه وانا قاعد عامل لك دلوقتي في موقف غريب كده شفته بايخ قوي من الناس اللي موجوده في البلد. طب انا هاجي اشوف. طب خليكي خليكي اخر. معلش انا اسفه. خليكي ريلاكس بس على يعني لازم تبقي ريلاكس عشان بص تعالي بص المنظر. طب يلا هاتهم لي بقى، هاتهم لي هاتهم لي. هاتي الاستاذ والاستاذه بتوع المنظر دول هاتيهم لي. سيبي هادي. مين هو شكله ايه الولد ده؟ ايه ارفعي يا حبيبتي هاتي الكريم وخدي يا رامي. نعم هو الولد. تعالوا طيب انت رايحه فين؟ لا ايه ده في ايه؟ في انت تعرفي البلد ده؟ شوفي منظر عادي، شوفي ما بفهم منظر شو يعني؟ انت ايه عم تقولي لنا؟ شو خصك؟
ممكن بره يا شباب بس عشان اقدر اتكلم. اللي بيحصل ده مش صح، اللي بيحصل ده عيب. اللي حصل هو مش بتكلم. استني شويه اسكتي انت، ما بس ايه اللي حصل كده؟ ليه ايه انت واقفه فيك عشان كده ليه مصفه؟ تمام بس ايه يا ايه شوفي انت الطلبه اللي كنت خارج الجامعه دي مدام اتفضلي لو سمحتي عايزاكي اتفضلي عايزاكي اتفضلي. ايه في مفيش ايه ايه والله كان شفيه امال ده ايه ده مفيش والله يا حبيبي ايه والله مفيش اه يا حبيبي بقيت كده ايه ما تكلميش مع الناس كده انت كده في ايه ما اقفش جنبي اصلا ما اقفش جنبك ايه خدي ايه هنا بس بقى سيبي ايه ده في ايدك ايه عيله محترمه المفروض عيله محترمه المفروض يعني محترمه بس بالموجودين دول اه صح ما بحكيش ايه بصراحه بس انت ايه رايك في البنت اللبنانيه ايه رايك فيها البنت اللبنانيه ايه رايك فيها البنت اللبنانيه ايه رايك فيها انا محتاجه اللي حصل ده يبقى فيه شو بتدخليها ليه ما بتشعري كلينيك لا ما هو اصل لازم الوشوش تتقابل يعني استاذه استاذه وحضرتك مش غريبه خطيبتك ايه يا عم ما عملتش حاجه كانت بتطلب ميه من العربيه في ايه وبالنسبه اللي انا شايفه انت اصلا من اول ما جيت مش على بعض انا بتكلم انا انت من اول ما جيت انت مش على بعضك اصلا في ايمان انت غيرت مني مش عرفت غيرت منك انت يا مني اه اه منك انا غيرت مني انا صراحة عرفت مني انا جبت منك انت صح خلاص يا على حقك تغيري بعدين بصراحة يعني تعالى عارف بيني وبينك انا وانت شغالة في ايه ولا في ايه انت بتتكلمي في ايه مش فاهم ايه عم تعيط عليه احنا اول مرة نشوف حاجة حلوة جدو مني هاتي كتير خدها خدها عادي خدها ايه وانت اللي في قلبي يعني ايه ده بس ايه ده كده ايه ده ماشي بس شفتك في علامة اسكتي مالك انتي مالك يا ماما بعيدي مش قلتلي بعيدي لكي ايدك بقى ما عملت لك بقرف انا ما تحطي علي اغسل وشك لا بقى اغسل لك انا لا انت كيف تغسلي لي قلتلك جيبي لي وقت ما شفتك قلتلك هو ما بيمسحش بايبس لا لا ما تحطي ايدك علي بعيدي كتير شوية كده بعيدي كده راح حقه يبقى تعالى 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 هو ده ابعد عنه لو سمحتي حقها والله حقها انا ربنا انت بتدافع عنها كمان انت بتدافع عنها على فكره انت جبروت تعالى بقى لو سمحت ابعد انت مالكش دعوه اقعد هنا هو انت شايفه انت بتعملي ايه بره؟ لا ولا 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 بس ولا 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 بس الاول وشي ولا 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 انت بس صحه ما كان لك قلق انا هغسل لك كل شيء انا عشان يبان الارض بقى كله يا عيا ما ده عادي بره يا حبيبتي ايه مش دي مش خالك ايش دي لا اصلا دي سيبي ايدي سيبي ايدي انت سيبي ايدي انت ماسكاني يا حبيبتي انت اللي هتيجي لعندي بس بس اسكت انت انت هتبقى بعدين على فكره يا بابا بس ابعد خلاص ادي بقى خلاص ابعد ابعد انت خربت بيوت انت والله انا ما شفتش كده وهو بيدافع عنك كده ولا حاجه يا جماعه في ده كان شغل وخلاص انت قويه انت قويه وانا هعمل لكم محضر انت حبيبي اوريك الشغل بقى المحاضر بيبقى عامل ازاي عشان تبطل تعمل كده في بنت الناس المحاضر المحاضر انا ما شفتش كده صراحه تلاقيش شغلنا زي ما احنا تلاقيش خليها تضربك ايه القرف ده ايه القرف تستهبل ولا مش واقفه ده ايه الخرب ده هي مش ماليه عينك يعني خلاص ايه الذوق دي بس يا ماما خدي بقى خدي انا خدي القرف بقى يا دوب بره ايه هو بيتك اه يا بس بايدي سيب ايدي برضه بتدافع عنها برضه يا اختي مش شفتي كده انا مصدومه في ايه حضرتك دكتور ايه يا دكتوره بس مصدومه صراحه شو دخلك في ايه انا مش شايفه القرف ايه بس طلع على جنب قرف ايه ده بقول لك ايه بس ايه دي بقول لا روح بيروت وخد بلد بيروت يا بابا ليه ليه يا بابا كنت بتحبيني سنتين قبل الخطوبه وانا ما كنتش عايزاك اصلا انت مجنون فعلا والله لا فريسك انت شارب ايه يا عم انت شارب ايه انت اوعى يا بنت ايه ده يا راجل فين الباب ده بس ابعد ابعد خلاص يا ايه ايه مش هتديني إيه اسود خلاص يا يا ماما قولي هاي امنا بعتها في ثانيه كده انت عايزه ايه مش رايح تكتب لك اللحظه بقى ايه خد يا ايه والله وشيك عليها نهار اسود ده شارب حاجه وشيك عليها حلو انت مالكش اللي في الزباله ماشي انا ليا في الزباله عشان كده طب تعالي ليه مقهور يا بكمل عندك شويه كلام لا انا ماليش في الزباله عشان كده خطبت شوفي شوفي انك سؤال مقهور يا شوفي انت مقهوره ليش حد مش تايه حد يبص لك مش عارفه ازاي في الجيله صح انت ايه انت يعني خلاص مش همك اخدتيه اخدتيه حبيبتي نسيتي اخدتيه اخدتيه مش هشوفي هو ايه
تعالى هنا بلاش دواء بيه. انت بتتكلم لا مش قادر اصدق. حرام عليك بنت الناس تعمل فيها كده. ربنا والله ما هيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل. صريحه من ايه؟ ماشي قولي هتعملي. انت ما عندكش اخوات بنات؟ اه جميله يا حياتي. يا نهار اسود يا عمي شوفي مراتك اياها. ايه ايه انت مش شفتيش اختي ايه يا حبيبتي؟ ايه ايه ليش ليه دلع على عمتك دي؟ ما بفهم لك. مش انت شرحتيها؟ فرحانه اتنين بيتخانقوا عليه طبعا. هجيب لي وحوش ده دخل. انت لبستيها تاني ليه؟ انا حر. بس انا بدي واحده الماس. مش بتدلع حياتي والله. مش بتدلع والله. اه ما هو بالقرف اللي عليك ده صح؟ شايف القرف شايفه؟ اوه ماي جاد. فرحان طبعا اتنين بيتخانقوا عليك. اوه ماي جاد يعني ما ما شاء الله. عمي بيتخانق عليه هو. تعالي اقعدي بقى هنا عشان تطلعي كده. بس لا تعاليلي تعاليلي. لا انا اتضربت بالقلم. انت هتقولي انا موافقه ان الحلقه بتاعتي تتعرض. انا موافقه ان الحلقه بتاعتي تتعرض. وهتقولي انك مش زعلانه مني ولا مني ولا زعلتك اصلا. انا زعلتك اصلا؟ اه.